الله تبارك وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلو تلفتنا من حولنا نجد ظواهر وآيات كونية وأشياء تغيب عنا ولا ننتبه لها، كلها جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. سبحان. فالريح هي جندي من جنود الله، نعم. أرسلها الله على بعض الأقوام مثل قوم عاد، فأما عاد فأهلكوا، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه الرياح هي جنود من جنود الله. اليوم أحببت أن نتأمل معا أحد الجنود الخفية، نسأل الله طبعا أن لا يصيبنا ولا يصيب المسلمين منه أذى. آمين يا رب. التسونامي. نعم. هذا التسونامي ضرب ذات مرة شواطئ إندونيسيا فقتل أكثر من 200,000 شخص، نعم، ظاهرة مدمرة وخفية ولا نراها، ولا يستطيع العلماء مهما تطورت الأجهزة أن يتنبؤوا. انظر، سبحان الله. ارتفاع بسيط في مستوى الأمواج يجعل السيارات تنقلب، السفن البواخر تغرق، الطائرات، ظاهرة مدمرة سبحان الله. وسوف نكتشف أن القرآن العظيم أشار إلى هذه الظاهرة. يعني الله تبارك وتعالى قال، سوف نتأمل التحليل العلمي، ولكن دعني أقرأ هذه الآية الكريمة: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. السبب الحقيقي، نلاحظ هنا أن النص القرآني في سورة الإسراء، نعم، ربط بين خسف يحدث في الأرض وبين إغراق الناس. إذن أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ثم قال تعالى فيغرقكم بما كفرتم. ما هي العلاقة بين الأمواج العاتية التي تضرب المدن سبحان الله بهذا الشكل المرعب وتدمر وتغرق الناس وبين الخسف؟ نعم. يعني هذا ربط قرآني، نعم، لم ينتبه له العلماء من قبل، حتى جاء القرن 21 عندما بدأ العلماء بدراسة هذه الظاهرة، ظاهرة التسونامي المدمرة، فقاموا بتحليل دقيق لأسباب هذه الظاهرة، وجدوا أن هذه الظاهرة تبدأ من أعماق المحيط. أرضنا تتألف من قشرة أرضية رقيقة جدا في أعماق البحر أو المحيط. نعم. هذه القشرة توجد بينها تصدعات، يعني ليست متصلة مع بعضها، أو ليست يعني مصمتة، هي مقطعة إلى ألواح. الكرة الأرضية تتألف من 12 لوحا تقريبا. نعم. الذي يحدث في باطن أو في قاع المحيط أن هناك لوحين أرضيين يلتقيان عند صدع أرضي، ولكن في أعماق المحيط لا نراه نحن. نعم. نتيجة الضغط الهائل في الطبقة الثانية والثالثة من طبقات الأرض يحدث انزياح لأحد هذين اللوحين. أي. فعندما يحدث هذا الانزياح يؤدي لدفع كتلة هائلة من الماء إلى الأعلى. نعم. إذن لدينا لوحين أرضيين في أعماق المحيط. نعم. لنتصور قاع المحيط هكذا، وهذا لوح وهذا لوح، وبينهما صدع فراغ
يتدفق منه تتدفق منه الحمم المنصهرة والنار. نعم. وهذه الظاهرة أقسم بها القرآن، قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. الآن هذين اللوحين يكونان في حالة توازن هكذا. نعم. نتيجة الضغوط تحت الطبقة الثالثة ونتيجة درجات الحرارة الهائلة جدا، ما الذي يحدث؟ يحدث أن أحد اللوحين ينخسف قليلا، فيؤدي هذا الخسف المفاجئ إلى ارتفاع كمية كتلة كبيرة من الماء، تؤدي لتوليد موجات طويلة المدى. نعم. لا نشعر بها، وحتى العلماء لا يستطيعون التنبؤ بها. هذه الموجات تنتقل باتجاه الشاطئ، ولكن أثناء انتقالها تتضخم، فعندما تصل إلى الشاطئ يصبح ارتفاع الموجة عشرات الأمتار أحيانا، فتضرب الناس الذين هم في البر على الشاطئ وبعد الشاطئ، وتضرب المدن فتغرقهم. إذن التفسير العلمي للتسونامي الذي يغرق الناس والذي أغرق مئات الآلاف، نعم، منشأه الأساسي هو الخسف. طيب. فالآية الكريمة في سورة الإسراء ماذا فعلت؟ ربطت إغراق الناس، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد أنه سيغرقكم أيها الناس إن لم تتوبوا وترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ظاهرة طبيعية بالفعل، نعم، ولكن هذه الظاهرة هي نوع من أنواع العذاب عسى أن نرجع. لذلك قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. جانب البر يعني جانب هذا اللوح الذي هو من ألواح الأرض. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعني أيها الإنسان، أنت الآن تجلس وتأكل وتشرب، نعم، هل أنت تأمن مكر الله؟ هل تأمن هذا الجندي من جنود الله؟ لا لا. ما الذي يمنع حدوث خسف بسيط في أعماق البحر أنت لا تراه، وكل علماء الدنيا بقوتهم غير قادرين على منع هذا الخسف، أن يؤدي لتولد موجة تسونامي عملاقة يمكن أن تغرقكم؟ ما الذي يمنع ذلك؟ نعم. إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن دائما في حالة حذر. أيوة. يعني اليوم نحن العالم كله مرعوب من فيروس كورونا الذي هو عبارة عن معلومة فقط، سبحان الله، معلومة شريط وراثي فقط، أرعب العالم وجعل الناس تخاف وتجلس في بيوتها. وانتبهوا الآن، بدأوا ينتبهون. طيب، هذه المعلومة التي أرسلها الله على الناس لماذا؟ يريد أن يحذرنا أيها الأحبة، انتبهوا أيها الناس، كفوا عن الفاحشة، كفوا عن الكذب، عن الغش، عن النفاق، عن أذى الناس. هذا إنذار. كل إنسان معرض، طبعا كل إنسان سيموت، نعم، كل نفس ذائقة الموت، نعم. وأنا قلت ذات مرة إن الموت ليس له علاقة لا بالمرض ولا بالفيروس ولا بالسرطان ولا بغير ذلك. الموت هو أجل، كما قال تعالى كتابا مؤجلا. نعم. يعني أنت لديك مكتوب عليك كتاب أنك ستموت في وقت معين، في لحظة معينة، في أرض معينة. سبحان الله، سبحان الله. وهذا الأمر مبرمج مسبقا. فلذلك يعني أنا أقول لا داعي لأن يخاف الإنسان. الموت لن يحدث إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني انظر، هذا الفيروس لا يضرب إلا أشخاص محددين يصيبهم،
ولا يقتل إلا نسبة قليلة جدا بشروط معينة، يجب أن يكون لديه نظام مناعة بمواصفات معينة، يعني هناك ظروف خاصة جدا تدل على أن هذا الشخص الذي يعني أراد الله سبحانه وتعالى أو كتب له أن يموت بسبب هذا المرض أو ذاك هو محدد مسبقا وله كتاب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك ينبغي في هذا مثل هذا الموقف، أنا كإنسان قرأت القرآن، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي أن أدرك أن هذا الأجل لن يحدث إلا في اللحظة التي حددها الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولكن طبعا الاحتياطات والتوكل على الله بالأسباب، نعم. والأخذ بالأسباب هذا الشيء، نعم. من فطرة البشر، لأننا قلنا في اللقاء السابق، نعم. إن التشاؤم والخوف هو أكبر مدمر لنظام المناعة. يعني أنا عندما أخاف من هذا الفيروس مثلا أساهم في تدمير أو إضعاف نظام المناعة لدي، عندما يصبح هذا النظام ضعيفا يسهل على الفيروس أن يدخل ويتكاثر، نعم. ويتفشى في الجسد، بينما عندما أجعل قلبي معلقا بالله سبحانه وتعالى وأجعل أملي ويعني أسلم هذا الأمر وأسلم هذه النفس لله تبارك وتعالى، أشعر بقوة غريبة جدا من نوعها، وبالتالي أسهم في رفع كفاءة النظام المناعي، وقد يكون ذلك سببا في تجنب شر هذه الأمراض وغيرها. حتى يتبين لهم أنه الحق.